رجعت خبز رجعت خبز رجعت خبز ما تعرفش جوعان رجعنا جوعان الرقفة جوعان 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 ارجع وين شكرا من الله رجعنا خلاص 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 هذا ما كتبته عليكم داعش تنظيم يقتل الناس باسم الدين سيطر على مدينة الرقة وأعلن ولايته عليها ومن لم يمت من أهلها بالمعارك الدائرة بين داعش وجبهة النصرة في حلب وريفها الشرقي مات جوعاً عندما خابزة أقفلت أبوابها لعدم وصول إمدادات الطحين إلى المدينة وذبحونا من الجوع وذبحونا من البرد وجات العجونة أنا جابهم زين خبش ما في يا أخي اللي راحوا واللي اجوا بعد كلهم مثل بعضهم خير ما في عندنا خبز نهائيا مو موجود نهائيا العالم جوعانه عم تعمل حتى برغل ورز بالبيت منشان تشبع لاني الخبز مو موجود نهائيا وما زاد الطين بلة تخصيص عدد كبير من المخابز العاملة لإطعام إرهابي داعش أما ما تبقى من خبز فيوزع على الأهالي الذين يقفون الطوابير ذل ويدفعون ثمن ربطة الخبز أسعارا مضاعفة وإمعانا في إذلال الشعب دهم التنظيم الإرهابي ممثلا في الكتيبة الداعشية النسائية المسمات كتيبة الخنساء مدرستين للبنات هما مدرسة حميد الطاهر ومدرسة عبد الهادي كاظم واعتقلت 10 فتيات تتراوح أعمارهن بين 15 و17 عاما وجلدتهن بذريعة ظهور الحواجب من تحت النقاب ووضع ملاقط الشعر الدبابيس كما أن أمينة سر مدرسة حميد الطاهر لم تسلم بدورها من وحشية هذا التنظيم إذ جرى أيضا اعتقالها لأسباب مجهولة ونقلت بعد اعتقالها إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية ويبدو أن داعش لا تستقوي إلا على النساء إذ فرضت عليهن وضع النقاب الأسود السميك معتبرة عدم الالتزام مخالفة من أكبر المخالفات وقد جرى اعتقال نساء الرقة وتعذيبهن لعدم الاستجابة الكاملة